اليوم جيت نهضر لك على الصوت ديالك. بالحق ماشي الصوت هذا اللي كتسمع، لا، جيت نهضر لك على الصوت اللي كيهضر معاك لداخل فوق من راسك، الصوت اللي كيهضر معاك وكيقول لك شكون هما الناس اللي خاصك تخلي في حياتك، شكون هما الناس اللي خاصك تضحي من حياتك، الصوت اللي كيهضر معاك وكيقول لك امتى تجلس، امتى تمشي، امتى تخدم في هذيك الخدمه، وامتى تخرج من هذيك الخدمه. شكون هما الناس اللي غادي ترافق، شكون هما الناس اللي ما غاديش ترافق، الصوت اللي كيقول لك شنو هما الحوايج اللي مزيانين ليك والحوايج اللي هما خايبين، الصوت اللي دائما عارف احسن منك وقبل منك شنو هما الحوايج اللي نافعينك واللي ما نافعينكش. هاد الصوت اللي هو الدخلاني اللي كيوسوس لك لداخل وكيهضر معاك لداخل، عارف مصلحتك، وكل واحد فينا عنده، غيره كان قليل فينا اللي كيتصنت ليه.